حياتنا العامة، خصوصا بشهر رمضان من نكون صايمين. يعني أحد يقول لكم قوموا اشتغلوا، والله ما عندي طاقة اليوم. يعني قوموا اشتغلوا وما عندي طاقة، أي أن الطاقة هي القابلية على إنجاز شغل. أنا أي شغل أنجزته معناها الجسم ماذا يمتلك؟ يمتلك طاقة. إذا بما أنه الشغل W يقاس بالجول، Work الطاقة Energy، إيه بماذا ستقاس؟ نعم تقاس بالجول، القابلية على إنجاز شغل. إذا الطاقة وحدة قياسها هي مثل وحدة قياس الشغل لجميع أنواع الطاقة. يعني عندي أكثر من طاقة، لو ألاحظ هنا أنواع الطاقات: ميكانيكية، طاقة حركية، طاقة كامنة، طاقة حرارية. الكامنة عندي نوعين: تثاقلية وطاقة للمرونة، هسه راح نتحدث عنها. طاقة حرارية، كيميائية، مغناطيسية، نووية، كهربائية، ضوئية، صوتية. كلها هذه الطاقات بماذا تقاس؟ بالجول. تعريف العام بصورة عامة: القابلية على إنجاز شغل. رح ناخذ أحد أنواع الطاقة اللي هو عندنا الطاقة الحركية. ما هو تعريف الطاقة الحركية؟ أريد نتعرف. يقول تمتلك الأجسام المتحركة القابلية على إنجاز شغل. تمتلك الأجسام المتحركة القابلة على إنجاز شغل، تمتلك طاقة. شو أسمي هاي الطاقة؟ الطاقة الحركية هي الجسم المتحرك له القابلية على إنجاز شغل، يمتلك طاقة. إذن كتعريف الطاقة الحركية: الجسم المتحرك له القابلية على إنجاز شغل فهو يمتلك طاقة. هذا كتعريف علما للطاقة الحركية. لكن هنا عندي سؤالين والإجابة راح تكون واحدة. السؤال هو ما العلاقة بين الشغل والطاقة الحركية؟ أو نفس السؤال: اشتق قانون الطاقة الحركية. اثنينهم معناها عندنا اشتقاق. فلو لاحظ هنا بالرسم هذا الجسم كتلته ام، اثرنا عليه بقوة، قطع ازاحة للنقطة الاخرى، لكن اتحرك بنفس الوقت بسرعة ابتدائية VI وبعدين امتلك سرعة نهائية. نرجع للقوانين السابقة مالتنا. شغل شي يساوي FX، دولة كميات متجهة. قانون نيوتن الثاني، هذا قانون الشغل. القانون الثاني لنيوتن، إذا تتذكروا، القوة تساوي لي MA، الكتلة في التعجيل الخطي. حاليا احنا الحركة اللي بندرسها حاليا بهذا الفصل هي كلها حركة الأجسام، حركة خطية. الكتلة كمية مقدارية طبعا. وين راح أعوض F؟ راح أعوض F قانون الشغل. إذا راح أحصل قانون الشغل إيش راح يساوي لي؟ M في A في ما X، يعني حصلت عليه قانون اسمه ماكس. من قوانين الحركة، من قوانين الحركة الخطية، القانون الرابع: السرعة النهائية تربيع تساوي السرعة الابتدائية تربيع زائد 2 التعجيل في الإزاحة. هذا من قوانين الحركة الخطية، القانون الرابع. وين أريد من هذا القانون؟ X. من هذا القانون أريد أطلع X، شو راح يساوي لي؟ أنقل الفي لهنا، أو خل أنقلها حتى أصير أسهل عليكم. VF تربيع ناقص VI تربيع تساوي 2AX. أريد الإزاحة، شو راح يساوي لي؟ معاملات هينزلون للمقام. VF تربيع ناقص VI تربيع، النهاية تربيع ناقص الابتدائية تربيع. هذه X وين راح أعوضها؟ يعني إذا أطلع قانون الشغل حتى شوية شوية أوصل لقانون الطاقة الحركية، هذه وين تعوض؟ هنا
معوض. إذا الشغل إيش راح يساوي لي؟ الكتلة في التعجيل الخطي، وأنزل هنا VF تربيع ناقص VI تربيع على 2A. هذه الأي ويا هذه الأي تروح، إيش بقى عندي الشغل؟ يساوي لي M VF تربيع، راح أوزع الM، ناقص M VI تربيع على 2. إيش راح أسوي؟ نجزئ المقام، أوزع الاثنين عليهم ترهم، لأن أنا عندي إشارة سالبة أو موجبة أنا أقدر أوزع. إذا الشغل إيش راح يساوي لي؟ نصف M، هاي نصف وزعتها VF تربيع، ناقص نصف M VI تربيع. الكتلة في مربع السرعة النهائية، الكتلة في مربع السرعة النهائية. لو ألاحظ القانون، إذا هنا النهائي ناقص الابتدائي، دائما احنا كنا سابقا ناخذ من نقول دلتا اكس، شي يساوي لي من نقول دلتا اكس النهائية ناقص الابتدائي، او نقول دلتا تي الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي، او نقول دلتا في التغير بالسرعة، التغير بالزمن، التغير بالإزاحة، يساوي لي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية. إذا لو تلاحظون إحنا عندي تغير نهائي ناقص تغير ابتدائي، إذا هذا إيش راح يمثل لي؟ الشغل راح يمثل الطاقة الحركية، كاينتك إنرجي طاقة حركية، النهائي ناقص الطاقة الحركية الابتدائية. إذا الاستنتاج اللي راح أحصل عليه، العلاقة ما بين الشغل والطاقة الحركية، التغير بالطاقة الحركية. أنا بنفس الوقت من هذا الاشتقاق حصلت على العلاقة اللي هو سؤال الأول أو الثاني، هاي الإجابة مالتهم جيم. العلاقة أنه الشغل شي يساوي لي؟ التغير بالطاقة الحركية. وبنفس الوقت استنتجنا قانون، استنتاج قانون الطاقة الحركية، كاينتك انيرجي تساوي نص الكتلة في مربع السرعة، نصف الكتلة بمربع السرعة. بماذا تقاس؟ بالجول، لأن الطاقات بصورة عامة هي القابلية على إنجاز شغل. كقوانين ما أحب أنه تنذكر رموز، وإنما الطاقة الحركية كجمل نص الكتلة في مربع السرعة راح يكون عندي أفضل. إلى هنا ينتهي الدرس الثالث. السلام عليكم. الدرس الرابع من الفصل الخامس، وصلنا موضوع الطاقة وتحدثنا عن الطاقة الحركية وكيف استنتجنا القانون مالتها. الكاينتك انيرجي الطاقة الحركية نصف الكتلة في مربع السرعة. لو نلاحظ هنا حكى معلومات الفهم، هنا كمية مقدارية مقدارية، فدائما مربع أي كمية متجهة ماذا يعطي؟ يعطيني كمية مقدارية. عرفنا أنه وحدات الطاقة هي كلها القابلية على إنجاز شغل، أي أن وحداتها هي الجول. راح نحل هذا المثال رقم 5، وصلنا وياكم مثال 5. سيارة كتلتها، نسجل المعلومات، 2000 كيلوغرام، تتحرك على أرضية أفقية. ضغط سائق السيارة على الكوابح حينما كانت تسير بسرعة V تساوي لـ 20 متر بالثانية. توقفت بعد أن قطعت مسافة، الإزاحة مالتنا 100 متر. المطلب الأول، هسه المعلومات اللي ريدها من عندي، أولا التغير بالطاقة الحركية، التغير المثلث كاينتك إنرجي. ثانيا شو يريد من عندنا؟ الشغل الذي بذلته قوة الاحتكاك لإيقاف السيارة. وثالثا ما مقدار قوة الاحتكاك بين عجلات السيارة والطريق على فرض أنها بقيت ثابتة. يريد من عندي قوة الاحتكاك. إذا أجي أرسم الرسم، قلنا الرسم مو إلا ترسمه، ما مطلوب، لكن مجرد للفهم. هاي السيارة مالتنا تحركت بالبداية بسرعة ابتدائية. إيش قد كانت السرعة الابتدائية؟ 20 متر
على ثانية قطعت إزاحة بعد أن توقفت. شقد قطعت إزاحة؟ الإزاحة اللي قطعتها 100 متر. نرجع للمعلومات الأساسية من ملاحظات الحركة الخطية إذا تتذكروها. الجسم المتوقف السرعة النهائية له صفر، يعني هذا الجسم كان يتحرك ثم توقف، من توقف بعد ما عنده سرعة، سرعته النهائية صفر. فإذا حتى أعرف أنه هاي العشرين متر شو تمثل لي، هاي تمثل لي سرعة ابتدائية. فإذا من توقفت في اف ايش راح تساوي لنا؟ صفر. هاي المعلومات اللي عندي. الطالب لا يخاف من اكو معلومات يقول هاي انا ما اقدر احل اي مساله رياضيه من كثره القوانين، لا، حسب المتوفر. الطريقه الانجح او الاصح لحل اي سؤال رياضي اجي على المطلوب الاول، اكتب القانون، اذا اكو نقص ادور عليه وبنفس القانون اكمل حل المطلب مالتنا. يريد التغير بالطاقه الحركيه. احنا كطاقة حركية شو تساوي لي؟ نص الكتلة في مربع السرعة. يريد التغير معناها النهائي ناقص الابتدائي. طاقة حركية نهائية ناقص طاقة حركية ابتدائية. اجي شو اسوي؟ افتح القانون. الطاقة الحركية شو تساوي؟ نصف الكتلة في مربع السرعة، لكن نهائي اقول له نهائي ناقص. ايضا الطاقة الحركية افتح القانون، نصف الكتلة في مربع السرعة، لكن يا سرعة ابتدائية. أجي أعوض حسب ما متوفر عندي، ويساوي نصف في إيش قد الكتلة؟ 2000 في السرعة الابتدائية 20 في 20 400، اللي هي عن طريق 20 تربيع، ناقص نصف في الكتلة نفسها 2000 في عفواً هنا سرعة صفر، عذراً، في ايش قد السرعة الابتدائية اللي هي 20 تربيع. هنا السرعة النهائية صفر لأنها توقفت عن الحركة. اختصر ويا الصفر فكله يروح يساوي صفر، ناقص هذه ايش قد بقت عندي؟ 1000. هذه شو تصير عندي؟ 400. 20 في 20 400، كم صفر؟ 400 ألف. 400 ألف. إذن التغير بالطاقة الحركية راح يساوي لي سالب 400 ألف جول. هذا بالنسبة منه المطلب الأول. المطلب الثاني يريد الشغل الذي بذلته قوة الاحتكاك حسب العلاقة والاشتقاق. ثبتنا أنه الشغل شي يساوي التغير بالطاقة الحركية ويساوي لي دون ما أحل دايركت سالب 400 ألف جول. ممكن أن يجيني مطلب دون حل حسب الفهم. هذا بالنسبة للمطلب الثاني. المطلب الثالث شي يريد؟ يريد من عندي قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك حسب موضوعنا عن طريق الشغل، وين ظهرت لقوة الاحتكاك؟ قانون الشغل يساوي F. طبعا قوة الاحتكاك حتى أميزها F small، والقوة المؤثرة على الجسم أنطيها F capital. في الإزاحة في كوساين الزاوية، ويساوي الشغل شقد؟ سالب 400 ألف جول. قوة الاحتكاك هي المجهولة، في الإزاحة شقد؟ 100 متر. في يا زاوية نجي للرسم. هذا الجسم اللي يتحرك بسرعة ابتدائية قطع إزاحة اتجاه الحركة. طيب قوة الاحتكاك من وين صايرة؟ بالاتجاه المعاكس. إذا الزاوية شقد؟ 180 درجة، متعاكسين. إذا في كوساين 180 درجة تعاكس الحركة دوما. سالب 400 ألف يساوي Fs في منو عندي؟ هذا ينطيني سالب 1، سالب 100. Fs ايش راح تساوي لي؟ معلوم على معامل مجهول. طبعا هذا ما يرهم بالرياضيات، معلوم على معامل مجهول قسمون عنا غير، لكن احنا بالفيزياء يرهم. سالب 400 ألف على سالب 100. اذا احنا هنا ما ممكن ان تكون القوة كمقدار تظهر لي بالسالب، لكن من الحل هي راح تطلع انه موجبة. سالب على السالب راح يكون موجب، واحذف لي صفرا، اذا تطلع لي 4000.
نيوتن. هذا هو المطلب الثالث بالنسبة لمن للمثال الثالث. وجدنا قوة الاحتكاك، ووجدنا الشغل اللي يمثل التغير بالطاقة الحركية، وطلعنا الطاقة الحركية. عندنا أحد نوع آخر من أنواع الطاقة اللي هو يمثل لي الطاقة الكامنة. يمثل لنا نوع آخر من أنواع الطاقة، الطاقة الكامنة. لاحظنا أن بعض الأجسام تبذل شغل بفضل حركتها، لكن هناك أجسام أخرى تستطيع أن تبذل شغل بسبب ماذا؟ كمية الطاقة المخزونة في الجسم. فما المقصود بالطاقة الكامنة كتعريف؟ هي كمية الطاقة المخزونة في الجسم التي يمكن أن تنجز شغل متى ما أريد لها ذلك. إذن هذا تعريف الطاقة الكامنة، تعريفها موجود بالكتاب. هي كمية الطاقة المخزونة في الجسم التي يمكن أن تنجز شغل متى ما أريد لها ذلك. الطاقة الكامنة اللي هي Potential Energy PE راح تقسم إلى نوعين: الطاقة الكامنة التثاقلية أو أسميها الوضعية، والطاقة الكامنة للمرونة Gravitational Potential Energy. ناخذ أول حرف من الكلمات الثلاث اللي راح يكون رمزها Gravitational Potential Energy GPE. هنا للمرونة Elastic Potential Energy راح يكون رمزها EPE. راح نشرح كل وحدة بالإضافة إلى العلاقات الرياضية. فنعطينا هنا مثال بسيط. عندي بكرتين مهملة الوزن والاحتكاك، راح أربط بحبل جسمين، الجسم A والجسم B. راح أثر على الجسم B بقوة، أزيحة إزاحة معينة نحو الأسفل. شو راح يصير بالجسم A؟ راح يرتفع. من يرتفع؟ من يرتفع عن سطح الأرض. وهنا الجسم أيضا ما وصل لسطح الأرض، أيضا مرتفع. إذن الجسمين راح يمتلكون طاقة كامنة تثاقلية ضد الجاذبية الأرضية. السبب الجسم المرتفع عن سطح الأرض بإزاحة معينة بارتفاع معين يمتلك طاقة كامنة تثاقلية. إذن ما هو تعريف الطاقة الكامنة التثاقلية؟ هي الطاقة التي يكتسبها الجسم بسبب قوة الجاذبية، أو الطاقة الكامنة التثاقلية تساوي الشغل الذي بذلته ضد الجاذبية. إذن كتعريف للطاقة الكامنة التثاقلية هي الطاقة التي يكتسبها الجسم بسبب ماذا؟ قوة الجاذبية. هذا تعريفها. فشرحنا إحنا هذا المثال إنه كل جسم يرتفع عن سطح الأرض راح يمتلك طاقة كامنة تثاقلية. إذا أريد أستنتج قانون الجي بي إي طاقة الكامنة التثاقلية، هسا حسب المتوفر شنو عندكم؟ عندكم كتلة الجسم وعندكم ارتفاع. هذا الارتفاع ضد من؟ هذا الارتفاع والجسم أي من راح يصير هنا ضد من؟ ضد الجاذبية الأرضية. إذا حتى أستنتج القانون وما أنساه عن طريق هذا المثال البسيط، عندي M وعندي G وعندي H. إذا القانون M G H، الكتلة في التعجيل الأرضي في الارتفاع، كتلة تعجيل الأرضي في الارتفاع، ارتفاع أو إزاحة.